السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها التلاميذ الأعزاء، مستوى الثالث إعدادي، مرحبا بكم. إذا في هذا الفيديو سوف أقترح عليكم نشاط جديد بخصوص الجهاز الدوراني أو الدورة الدموية، الدم والجهاز الدوراني أو الدورة الدموية. سوف نتعرف من خلال هذا الفيديو على الأعضاء المسؤولة على الجهاز الدوراني. إذا نقدم لكم الوثيقة الخامسة، لو سيستم سيركولاتوار شي لوم بار دي زارتير دو بليز اون بلو راميفي بوي بار دي زارتيريول. لو سون اريف اوز اورغان دون ليكيل اي سيركول ا لانتيريور دو كابيلير. لو سون روتورن او كور بار دي فين دو بليز اون بلو كروس. إذا استفدت من خلال هذه الوثيقة، تتبين لي الجهاز الدوراني لدى الإنسان، بالخصوص هذوك الأهم شيء ما لي زارتير، وكذلك دي فين. لي زارتير معنى الشرايين باللون الأحمر، ودي فين معنى الأوردة باللون الأزرق. إذا الدم ينتقل عبر الشرايين وكذلك عبر الأوردة، شيء واضح جدا. مهم، أجي نستفدو دابا من خلال هذا النص اللي موجود أمامكم. par des artères de plus en plus ramifiées. المعنى ديال غاميفي بحالة الصورة هذه تزبل لكم عروق متشعبة ومتداخلة، عريقات هنا متداخلة حقيقة، لأن هناك عريقات متداخلة تحتو، هذه معنى غاميفي المتداخلة متشعبة. par des artères de plus en plus ramifiées puis par des artérioles. شنو معنى des artérioles؟ des artérioles هو التصغير ديال الشرايين، صغير ديال الشرايين، معناها ينتقل الدم عبر الشرايين ثم عبر ديزارتيريال، أي الشعيرات الدقيقة أو الشرايين الدقيقة. Le sang arrive aux organes dans lesquels il circule à l'intérieur des capillaires. Des capillaires, مشعرات حقيقة. Capillaires, مشعرات دموية دقيقة جدا. تتبان لكم هنا ولكن بشكل غير واضح. إذا الدم ينتقل عبر الشرايين الرئيسية إلى الشرايين الصغرى المتشعبة، ثم يصل إلى الأعضاء داخل الشعيرة الدموية. معنى الدم يصل إلى الأعضاء من خلال الشعيرات الدموية الدقيقة جدا. par des artères de plus en plus ramifiées puis par des artérioles Le sang arrive aux organes dans lesquels il circule à l'intérieur des capillaires. Mais le sang يدخل إلى الأعضاء من خلال الشرايين. فهمتي؟ من خلال الشرايين الدم يدخل إلى الأعضاء. مشبع يا إما تبقى معي. يا إما تكون ثاني أكسيد الكربون في حالة خاصة الشريان الرئوي، أو مشبع بالأكسجين بالبقية الشرايين. الشريان معروف بأنه تكون دائما مشبع بالأكسجين، ولكن بارفوا تكون مشبع بثاني أكسيد الكربون، خصوصا الشريان الرئوي. المهم، أي تسمية ديال الشريان ماشي بالضروري أنه يكون مشبع بالأكسجين، قد يكون مشبع بالأكسجين، قد يكون كذلك مشبع ب ثاني أكسيد الكربون. انتبهوا جيدا. par des artères de plus en plus ramifiées puis par des artérioles.
Le sang arrive aux organes dans lesquels il circule à l'intérieur du capillaire. إذن دخول الدم إلى العضو عبر الشرايين. فهم؟ وخروج الدم من العضو عبر الأوردة. شوف لو سون روتورن او كور بار دي فين دو بلوز ان بلو غروس. لو سون روتورن او كور بار دي فين دو بلوز ان بلو غروس. إذن هناك وريد رئوي يكون مشبعا بالأكسجين لأن المصدر ديالو من الرئتين، تكون هناك تبادلات غازية على مستوى الرئتين. فباش نفهم، إذن خروج الدم من الرئتين عبر الوريد الرئوي ثم يذهب مرة أخرى إلى القلب، ثم يخرج من القلب عبر الشريان الأبر. شريان الأبر، لأن القلب هو عبارة عن مضخة. ومن بعد هذاك الشريان الأبر هو أكبر شريان في جسم الإنسان، هو اللي زاختير برينسيبال تسمى هذا فوالا أختيغ وغطخ، بحال اسم هذا أختيغ وغطخ. لاحظتوا هذا بالخصوص شي هذا الازرق هذا تسمى اختيغ بيلمونير، وهذا بالاحمر يسمى فيل بيلمونير، غير باش تميزوا بيناتهم. هذا اللي بالازرق يسمى الشريان الرئوي، هو اللي مهم عندنا ديال الدوره الدمويه الصغرى بين القلب والرئتين. القلب كمضخه يدفع الدم الى الرئتين مشبع بثاني اكسيد الكربون. فهم جدا، دابا فهم جيد. دابا هذاك الشريان الرئوي تكون فيه تركيز ثاني اكسيد الكربون مهم جدا، ثم ينتقل الى الرئتين لكي يكون هناك تبادلات غازية. من بعد خروج الدم من الرئتين عبارة من خلال هذه الأوردة الرئوية تسمى وريد رئوي، تكون مشبع بالأكسجين. هو الوريد الرئوي يدخل هذا لا نسميه عضو ولكن نسميه مضخ قلب مضخ، يخرج عبر الشريان الأبر ثم إلى باقي أعضاء الجسم. من الشريان إلى الشرايين الصغرى إلى الشعيرات الدموية الدقيقة إلى الخلايا، والعكس من أوردة الدقيقة إلى الوريد الأكبر تسمى الوريد الأجوف، يا إما وريد أجوف علوي هنا أو وريد أجوف سفلي فين كاف سوبيريور فين كاف انفيريور. وكذلك هناك تسميل عدة أوردة من خروج الدم من العضو، وريد دخول الدم إلى العضو شريان، إما يكون مشبع بالأكسجين أو مشبع بثاني أكسيد الكربون ليهم. مهم دخول الدم إلى العضو عبر الشرايين، خروج الدم من العضو عبر الأوردة. par des artères de plus en plus ramifiées puis par des artérioles. Le sang arrive aux organes dans lesquels il circule à l'intérieur des capillaires. Le sang retourne au cœur par des veines de plus en plus grosses. On a mis le واضح ثلاث فئات من العروق الدموية. إذن هناك وريد، هذا لاحظوا هذا وريد، هناك شريان ب، وهناك كابيلار شعيرات دمويه. sur la membrane située entre les doigts d'une patte de grenouille
On peut observer un réseau formé de nombreux vaisseaux microscopiques, les capillaires. المهم ان الوريد هو شوفوا بالضبط اللون ديالو ليس احمر فاتح لكن داكن. ممكن يكون الوريد كاين الحاله الوحيده اللي فاش يكون الوريد مشبع بالاكسجين هو خروج الدم من الرئتين الى القلب عبر الوريد الرئوي. غير هذه المساله اللي خصكم تطلعوا لها عبر الوريد الرئوي مع الفين بالمولير غتكون مشبع مشبع بالاكسجين شيء طبيعي لانه خارج من الرئتين. هذاك تسمى الوريد الرئوي حاله خاصه. اما جميع الاورده تكون مشبع بثاني اكسيد الكربون لان الخروج ديالهم من الاعضاء والاعضاء بهم خلايا اذا تكون هناك فضلات. فهمت؟ الوحيد اللي تيكون فيه الاكسجين هو الوريد الرئوي والوحيد اللي تيكون فيه ثاني اكسيد الكربون هو الشريان الرئوي. اذا الشريان الرئوي والوريد الرئوي هذه خاصة غير بالدورة الدموية الصغرى. خصكم تردوا بالكم هنا 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 خصكم تردوا بالكم. إذا هاد التسمية هادي ليس بالوريد. لا 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 هادي ما تسماش بين هادي تسمى أقطاع. هذا شريان الرئوي معنى خروج الدم من القلب معنى دخول الدم إلى الرئتين. دخول الدم إلى الرئتين لا نسمي هذا القلب عضو مثلا باش نتفهم. هادي تسمى مدخن بومب. إذا ثاني اكسيد الكربون وبقيه من الفضلات المطروحه من خلال الخلايا التي تجي من الاورده الصغرى من الشعيرات الدمويه من الشعيرات الدمويه الى الاورده الصغرى من بعد الاورده الصغرى الى الوريد الاكبر الى اخره. كاين هناك وريد اجوف علوي وكاين هناك وريد اجوف سفلي. اذا تكون هنا مشبع بثاني اكسيد الكربون الخروج ديالو يكون عبر هاد الشريان. إذا هذا وريد وهذا اسم الشريان أي خروج الدم من عضو شريان. بس وهذا اسم الشريان الرئوي مشبع بثاني أكسيد الكربون باقي في ثاني أكسيد الكربون. هذا عبارة عن مدخن من بعد ينتقل إلى الرئتين. فهمت دابا تنتقل إلى الرئتين تكون مشبع بثاني أكسيد الكربون تسمي هناك تبادلات غازية. ثاني اكسيد الكربون راه تي المهم تخرج خارج وتستقبلو وتكون هناك دخول الدم دخول الاكسجين بشكل مكثف للدم ويخرج من الرئتين عبر الوريد الرئوي الى القلب مره اخرى لكي يتم عمليه الدفع من خلال هذا الشريان الابر الى باقي الاجسام. انا شفت يدخل الكليتين تدخل الى الكبد تدخل الى المعي الدقيق الى جميع الاعضاء ديال الجسم. فهم هنا انا الصور توضيحيه حول الوريد وحول الشريان. على العموم الشريان دائما تركز في تنفس الاكسجين والوريد دائما تركز في تنفس الكربون. جا حاله خاصه اللي شرحت لكم قبيله هي الدوره الدمويه الصغرى بين الوريد الرئوي تكون مشبع بالاكسجين بثاني اكسيد الكربون والشريان. هذا تسمى الشريان طبعا اسمحوا لي الشريان الرئوي تكون مشبع بثاني اكسيد الكربون والوريد الرئوي تكون مشبع بالاكسجين. والقلب راه عباره عن مدخه. غير ركزوا لي الله يخليكم على هاد الدوره الدمويه باش ما تطوخوش. ركزوا لي الدوره الدمويه باش ما تطوخوش بين القلب والرئتين. إذا دخول الدم إلى الرئتين تكون هناك عبر الشرايين تكون مشبع ب ثاني أكسيد الكربون وخروج الدم من الرئتين بعد التبادل الغازي تكون مشبع بالأكسجين. هذا تسمى الوريد الرئوي عبر الوريد ودخول إلى الرئة عبر الشرايين وخروج الدم من الرئة عبر الوريد الرئوي ثم ينتقل إلى القلب ثم إلى الشريان الأبر إلى آخره. هذاك الشريان الابر الى باقي الاعضاء ديال الجسم ثم من بقى من بقى من باقي اعضاء الجسم الى القلب. هذيك تسمى الدوره الدمويه الكبرى. الدوره الدمويه الكبرى هادشي بغا نفسر لكم دابا في هذا الفيديو. واخا مزيان سي بون. اذا خاصكم تميزوا ما بين الوريد وبين الشريان وما بين الشعيرات الدمويه. دائما اخر مطاف ليوصل للدم من داخل الشعيرات الدمويه. الشعيرات الدمويه فوالا شنو غنقولوا دابا. واخا نقدم لكم فيديو تاني
تلخص جميع اللي تطرقنا ليه في هذا الملف الرابع. تتعلق الأمر حول الدورة الدموية، الدم والدورة الدموية. ما تنساوش بأن مكون الدم من بلازما، وكذلك من تتكون من بلازما ومن من كريات حمراء ودي فلامون سيرو بلازما. مكون الدم هي البلازما وغلوبيل روج، كريات الحمراء، كريات دموية حمراء غلوبيل روج، والفيلامون صفائح دو فيبرين صفائح. هذا مكون الدم. ما تنساوش السائل ديال السيتوبلازمي هو عبارة عن سيروم، هو تشكل أكبر نسبة، أقل نسبة تتشكل فيها هما دوك الكريات البيضاء الجلوبيل بلون، تكون قليلة جدا، أما الكريات الحمراء تكون أكثر. سي بون.